شكسان يحدث التغيير بعد على حادات بوخشو. سليم يعود بعد هذه المحاولة، هدف التعادل من وطرة. ثاني محاولة للشبيبة يأتي منها الهدف الأول وتعديل النتيجة من وطرة بتسديدة قوية باغتت الحارس بوحفية زكريا وتستقر في الزاوية الصعبة. وطرة يتلقى التهاني من زملائه بهذه التسديدة وهذه التسويبة القوية المباغتة باغتت الحارس بوحفية واستقرت في المرمى والهدف وهدف التعادل لشبيبة القبائل. تمريرة ناحية وطرة كان لوحده، كنت أقول وأكرر أنه